الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تسابق الزمن لبناء دولة عصرية تلبي طموحات المواطنين. الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع للميليشيات الإرهابية في غريان. البنتاغون يقرر وقف تسليم تركيا طائرات F-35 ردا على شرائها منظومة S-400 الروسية. الواحدة صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسابق الزمن من أجل بناء دولة عصرية حديثة تلبي طموحات المواطنين. وخلال اجتماعه مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس الأركان، أشاد الرئيس بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة، وذلك للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة بالبلاد. أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفا استراتيجيا وامتدادا للأمن القومي المصري. وأخرج استقبال الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، أكد الرئيس مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة، موجها التهنئة للسودانيين بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي والخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية. قام رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان، التقى خلالها الرئيس سلفا كير، حيث نقل رئيس جهاز المخابرات العامة لسلفا كير رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما التقى اللواء عباس كامل مع نظيره بجنوب السودان، وذلك لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين. حمل اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي أردوغان وتميم مسؤولية ارتكاب جرائم إنسانية بحق الشعب الليبي. وفي مؤتمر صحفي قال المسماري إن القوات الجوية توفر الدعم للقوات البرية على الأرض، خاصة على حدود التماس مع الميليشيات في طرابلس. قررت الولايات المتحدة وقف تسليم تركيا طائرات F-35 ردا على شرائها منظومة الصواريخ S-400 الروسية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إنه تم إبلاغ الطائرين الأتراك والذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة مغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر الجاري. وأوضح البنتاغون أن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات F-35. قالت صحيفة بوليتيكو إن مؤسسة سويفت هولد ستستعين بعضوة الكونغرس السابقة في صراعها مع أحد الأفراد الأسرة الحاكمة في قطر. وكانت شركة سويفت هولد التي تتخذ من بنما مقرا لها قد حصلت على حكم قضائي بريطاني في عام 2011 ضد فهد بن أحمد بن محمد بن ثاني في قضية احتيال تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.